سراج. يلا يا سراج، هنشوف سراج والسؤال الأخير. تمام، سويتش في الحالة دي عيلة البسيوني هتختار موضوع السؤال لعيلة طه. لا طبعا هم اللي اختاروا إن شاء الله، هم اللي اختاروا عيلة طه. تختاروا إيه؟ رياضة. رياضة، سؤال في الرياضة، سؤال ب 30 نقطة. رياضة، والسؤال هو: من هو المدرب الأكثر خوضاً للمباريات في بطولة اليورو حتى عام 2023؟ خاض 21 مباراة في 4 نسخ وما كسبش يا ياسر البطولة. دوس على البازل. طبعا خلاص الوقت خلص، هرجع لك تاني يا يحيى. يا ترى في إجابة؟ هحاول. اتفضل. سيميوني. سيميوني. يورو. ايه؟ اليورو، معلش. يورو، هارد لك. بالله راح فين؟ إجابة خاطئة. مين يا يحيى؟ هو بتاع ألمانيا تقريبا، صح؟ ولا ديشامب؟ كان مدرب ألمانيا في 2008 و2012 و2016 و2020. مش فاكر اسمه، مشكلة. يواكيم؟ لا مش فاكر اسمه الصراحة. يواكيم لوف. النتيجة في نهاية المباراة 150 عيلة طه، 105 عيلة البسيوني. هارد لك لعيلة البسيوني، فعلا النهارده مش يومكم ولكن بيحصل. الحمد لله. عيلة طه ألف مبروك، تأهل لدور ال 16. يتعزم عزومه. لا خلاص انا عفوت عنه. ده افضل لاعب في ماتش النهارده و75 نقطه. ده غير الهدايا اللي كان بيوزعها.